النادي الاهلي حلو، نادي الزمالك حلو جدا، كلاسيكو العشوائيات يا جماعه بتقنيه اتش دي اتش دي. معانا بقى النهارده اللي هيعلن لنا على المباراه كابتن ايمن الكاشف وكابتن رؤوف خليل اللي منورين الدنيا جدا جدا جدا. ولا يا كابتن ايمن عزيزي كابتن مدحت، بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده معانا مباراه النادي الاهلي ومباراه نادي الزمالك، بس باذن الله يكون ماتش جميل. النادي الاهلي حلو ونادي الزمالك حلو، ولا سيما ان لو هدف يجي يخلي الشكل غير ولون غير وطعم غير. اعزائي المشاهدين بادر الفرصه واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. ولا ايه يا كابتن رؤوف؟ عزيزي عزيزي شنو هزع؟ قناة تونس بوت الجميلة الشعبية المحبوبة. بسم الله، يعني خلاص احنا كده خلصنا الماتش، كان جميل الماتش، كان حلو حلو جدا جدا جدا. احسنت يا